الأبعاد العدوية حتى هذه اللحظة. طبعا الناس في حزن وغضب الآن، طبعا قبل قليل أفطر الناس وبدأوا الآن يعني أكملوا صلاة المغرب. ليست الأبعاد العدوية فقط، ولكن مصر كلها، القاهرة كلها لم تنام بسبب حدث طبعا فجر هذا اليوم، القتلى والجرحى والإصابات. اليوم القاهرة بالطبع تنام على وقع الضحايا وعلى وقع هؤلاء القتلى، وطبعا لكن المتظاهرون هنا يؤكدون أنهم صامدون وأنهم سيواصلون الصمود في رابعة العدوية وفي جميع محافظة مصر من أجل استرداد الشرعية كما يقولون هنا. طبعا عبد القادر، المستشفى الميداني حتى هذه اللحظة ما زالت أرقام كما هي، هناك حديث إحصائي تقول بأن هناك ما لا يقل عن 120 قتيل، هناك 500 جريح بالرصاص الحي، هناك 200 جريح أيضا بالطوب والعصي أيضا، وهناك 2000 أو ما لا يقل عن 2000 جريح بالغازات القتيلة للدموع. المشهد يبدو حزين نعم في هذه اللحظات، ولكن أيضا رابعة العدوية في هذه اللحظات تعيش أيضا على وقع بعض الصمود الذي يقول عنه المتظاهرون، ويقولون أنهم سيواصلون خلال الفترات القادمة لاسترداد الشرعية رغم كل المشاكل التي يواجهونها خلال هذه الفترة. أحمد، بما أن من في رابعة يجزمون بأن ما جرى فجر هذا اليوم كان مدبرا، بالنسبة لهذا اليوم هل هناك تخوف؟ هل هناك من إجراءات بناء على هذا التخوف؟ طبعا بالتأكيد هناك إجراءات، ولكن ما الذي سيفعله المتظاهرون؟ المتظاهرون هنا سلميون رغم كل الاتهامات عبد القادر التي تكال إليهم بأنهم لديهم أسلحة، ولكن كما أرى كما شاهدت أنا نزلت إلى الميدان أكثر من مرة، ميدان كبير فيه خيام، فيه أطفال، فيه نساء، العوائل الموجودة هنا، الناس هنا ينزلون إلى رابعة العدوية وهم عزل وهم بأطفالهم ونسائهم. الآن أستطيع أن أقول لك بأنني أشاهد النساء والأطفال في هذه المنطقة، وذلك بالتدليل على أنهم سلميون ولدرء فكرة أنهم إرهابيون والحديث أنهم إرهابيون. لكن ما الذي يستطيع أن يفعله هؤلاء السلميون سوى الذهاب إلى المسيرات والتعبير عن رأيهم بصدور عارية حتى يدرؤون عن أنفسهم هذا الحديث. طبعا اليوم جثث القتلى، جثامين القتلى ستقاد إلى المحافظات المصرية. قبل قليل كنا نشاهد بعض الجثامين ربما في العصر وبعد العصر وقبل المغرب نشاهد بعض الجثامين التي تذهب سواء إلى الأهالي يستلمها الأهالي أو تلك الجثامين التي تذهب إلى المشرحة. ولا زال طبعا حتى هذه اللحظة عبد القادر لم نعرف حتى هذه اللحظة إحصائية دقيقة، المنظمات لا زالت تبحث حتى هذه اللحظة أن هناك بعض القتلى بعض الجرحى، هناك أيضا قتلى وجرحى في مستشفيات خارج رابعة العدوية. كان الوضع هنا مأساوي عبد القادر، خاصة وأن المستشفيات الميدانية داخل رابعة العدوية لم تستطع تحمل الكم الهائل من القتلى والجرحى، بالإضافة أيضا إلى أن بعض الخيام وبعض المناطق هنا في رابعة العدوية، وهي بالمناسبة المئات من الأمتار هنا في رابعة العدوية. أريد أن أقول لك أيضا عبد القادر بأن التخوف أيضا سواء هنا في مصر أو في العالم العربي من اقتحام رابعة العدوية تبدو مستحيلة. رابعة العدوية أصبح منطقة كبيرة جدا، فيه خيام وفيه كما قلت لك عشرات الآلاف من الناس، بالإضافة أيضا إلى أن اقتحام هذا المكان سواء من قبل الشرطة أو من قبل الجيش كما تحدث قبل قليل أو قبل ساعات وزير الداخلية قال بأنه سيفوض هذه الاعتصامات بالتنسيق مع الجيش. أشكرك. أعتقد بأنه من المستحيل القيام بهذه الاعتصامات إلا إذا كان الجيش المصري والشرطة المصرية تريد أن تقوم بحقن دم، وبالطبع هذا أعتقد غير ممكن. أحمد الشلفي كنت معنا من رابعة العدوية، شكرا جزيلا لك. معنا من هناك